انتظار علي الداري ومثله الملايين لعودة الكهرباء التي انقطعت عن معظم المحافظات اليمنية منذ ما يقرب من عام بسبب الحرب طال كثيرا، فكان لابد من طاقة شمسية بديلة. علي ثبت مجموعة من الألواح الشمسية على سطح منزله في محاولة منه للحصول على جزء من احتياجات أفراد الأسرة من الكهرباء. أخذنا الطاقة الشمسية للضرورة الملحة بعد يأس انتهاء لكي تفي بالغرض، ولكنها لا تفي بالغرض التام مثل الكهرباء العمومية، فبعض الناس لا يمتلكون الطاقة الشمسية بسبب الأوضاع والحروب والتدهور. وتوفيرا للجهد والمال وبهدف نشر استخدامات أمثل لتطبيقات الطاقة الشمسية ورفع مستوى الوعي لدى مستخدميها من الجمهور العام، افتتح في صنعاء المعرض الأول للطاقة الشمسية الذي عده البعض فرصة تسويقية لعروض تنافسية تجارية مميزة من قبل الوكلاء والمصنعين المحليين لمنظومات الطاقة الشمسية تستهدف كل شرائح المجتمع. أهمية هذا المعرض يهدي إلى أهداف مباشرة، أولا كسر الظلام والإحباط الذي لدى المواطنين من استمرار العزلة، والحمد لله بدأ انتشار الألواح الشمسية. اثنين، التزام بمعايير مواصفات تم إعدادها من قبل المختصين والفنيين في وزارة الكهرباء والطاقة. ويقول منظمو المعرض إن الاستخدام العشوائي للطاقة الشمسية من قبل المستهلكين بعيدا عن المواصفات الدقيقة للمنظومة عرضهم والدخل القومي اليمني عموما للكثير من الخسائر. عندما يتم الاستخدام العشوائي والشحن العشوائي والاستهلاك العشوائي، هذا ما يؤدي إلى نقص في عمرها الافتراضي واستهلاكها الافتراضي. في اليمن طاقتنا لا تزيد عن سنة وجودها في اليمن، ولهذا تجد جميع الناس أنهم مهندسين وأنهم لا، نحن نفضل أن يرجعوا إلى أهل الخبرات ذوي الخبرات العالية وأن يرجعون إلى النت وما شابه لكي يجدوا كيف الاستخدام وكيف الإرشادات للسلك. 300 مليون دولار هو المبلغ الذي أنفقه اليمنيون على الطاقة الشمسية خلال عام واحد حسب إحصائية أخيرة، وتوقعات بأن يصل الإنفاق في الأعوام القادمة إلى ما يزيد عن 4 مليارات دولار في حال استمر انطفاء التيار الكهربائي. عبد الكريم الشيباني، الحرة، صنعاء.